اخر ترند معانا النهارده هو فيديو لطيف جدا حقق اكتر من 20 مليون مشاهده لحد دلوقتي، وده في اقل من اسبوع، وهو فيديو نشرته جريده الوطن لشخص اسمه عم سيد. عم سيد بيشتغل قهوجي في قهوه في شبرا الخيمه. الفيديو ده عدد كبير من المشاهير والفنانين علقوا عليه وقالوا ان هم معجبين جدا بعم سيد والمهارات اللي عنده. طبعا زي ما شفنا كلنا خف الدم عم سيد وحركاته اللي وصفها البعض بانها ضد الجاذبيه، لدرجه ان البعض قال ان نيوتن لو كان عايش وشاف عم سيد كان غير كل قوانين الجاذبيه اللي اكتشفها. والحقيقه عم سيد بيعمل فعلا حاجات غريبه جدا، بيرقص بالشاي ويتحرك ويعمل حركات بهلوانيه من غير ما الصينيه تقع او حتى يتدلق منها ولو نقطه واحده من الشاي. زي ما قلت لكم في عدد من الفنانين علقوا على الفيديو ده، وكان منهم الفنان احمد السقا اللي كتب تعليق لعم سيد وقال فيه: ده انت اسطوره يا سيد، احنا نعمل اكشن بقى. وكمان في احمد التهيمي علق وقال: خربوش شاي يعدلوا المزاج ويخلوه عالي، وحش الشاشه. عم سيد متعود انه بيعمل العرض بتاعه في القهوه في شبرا الخيمه وكمان في الافراح، ومن احلام سيد ان هو عايز يمثل مع احمد السقا ومحمد امام.